نتابع الآن مشاهدينا الكرام وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. مشاهدينا الكرام، من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي في هذه القمة عن التزامه بمعالجة أزمة المناخ، وأن يسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الداخل، وأيضا في حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم. نتابع الآن مشاهدينا الكرام أن الطائرة الرئاسية قد هبطت بالفعل في مطار شرم الشيخ، والآن نحن في انتظار وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن أو نزوله من الطائرة إلى مطار شرم الشيخ.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27. هذه القمة التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي، من المقرر من خلال هذه المشاركة أن يتحدث الرئيس الأمريكي عن التزامه بمعالجة أزمة المناخ، وأيضا أن يسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، وأيضا في حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.